طيب خلينا نبلش. هو اكتمل العدد الآن يعني 41 طالب، بس المفروض يكونوا أكثر. أوكي، أنا اللي ما بيعرفني أنا الدكتور محمد بطاينة، يعني هذا الأسلوب اللي حنشرح فيه إن شاء الله كل المحاضرات شباب بهاي نفس الطريقة هاي. أوكي، الكورس هو عبارة عن هو اسمه أيوة CME 312 اسمه Signals and Systems. Signals and Systems. هلا بحكي لكم تفاصيل الكورس والتكست بوك. Anyways. أول إشي خلينا نحكي عن الواتساب جروب. فالواتساب جروب حتكون يعني أنا عملت 2 واتساب جروبز لكل سكشن. رح أعمل عمر، حكينا عمر يعني بنهاية المحاضرة إن شاء الله رح أعملك أدمن على الجروب، وحنغير السيتنجز للجروب إنه يصير بس الأدمنز هم اللي يقدروا يبعثوا على الجروب. أوكي، بالنسبة للفيسبوك في كمان فيسبوك جروب. سامعيني شباب؟ دكتور. اوكي، الفيسبوك جروب اذا بدك تلاقيها طبعا هي موجوده، كل اللينكس هذول شباب مش راح ابعث لينكس هون، مش راح اكتب لينكس هون لانه كلياتهم موجودين على الاي ليرنينج. اذا بتفوت على الاي ليرنينج تلاقي اللينكس لكل شيء. فالفيسبوك جروب اذا بدك تلاقيها يعني خلال السيرش، سيرش فور اسم الكورس، سيرش فور اللي هو CME 312 Signals and Systems، بتلاقيها وهي موجودة. Signals and Systems هي موجودة already على e-learning. شو الكويس بهاي الجروب انه under files اذا بتروح على الفيسبوك جروب under files بتلاقي كل الماتيريال المتعلقة بالكورس اللي هن بتبلش بالنوتس تبعتي اللي انا كتبها بخط ايدي يعني ومحولها لPDF موجودة. اذا بتنزل بالليست من تحت حتلاقي chapter 2 أول إشي، بعدين 3، بعدين 4، 5، بعدين I guess 10، 11، 12. I guess هذول كل الشابترز اللي حنغطيهم. هذول password protected يعني عليهم password اللي هو الباسورد تبعته هي signal، أول 3 أحرف من كلمة إيش؟ من كلمة signal. بس أنا يعني already جمعت كل هاي الماتيريال ب 1 PDF file موجود على الجوجل درايف لينك. يعني إذا بتروح على الجوجل درايف برضو موجودة على الـ e-learning، في هتلاقي PDF file اسمه My Notes، في كل الشابترز موجودين ب 1 PDF file ومش password protected يعني ما عليهم password، فبتقدر تفوت. وأنا بفضل إذا أنت ما بدك تدرس على كتاب، وأنا طبعاً يعني بفضل اكثر انك تشتري الكتاب وتدرس منه رايت اواي. بس اذا يعني اذا انت ما قدرت ما لقيت فيه يعني النوتس هذول هم احسن حدا يعني احسن مكان تدرس منه. بس غير هيك يعني لا تعتمد على تلخيص، لا تعتمد على تلخيص اي حدا، ارجع ل يا بترجع للنوتس يا بترجع للتكست بوك. اوكي، ويفضل انك ترجع للتكست بوك. بس زي ما حكيت لكم اذا انتم ما كان عندكم وقت تقدر ترجع للنوتس. اوكي، هاي بالنسبه ل الفايلز. كمان شو الكويس بهاي الجروب، بهاي الفيسبوك جروب عفوا، انه فيها تقريبا بلس 2000 اي جس 200 ممبرز. يعني كل الطلاب اللي اخذوا الكورس من انا بلشت ادرس الكورس من 2010 لحد الان اولموست كل فصل بدرسه، كل الطلاب بالسكشنز تبعتي وبالسكشنز اللي الثانيه كلياتهم اخذوا يعني موجودين بهاي الجروب. فانت بتقدر تسال اي سؤال، بتقدر تعمل اي كومنت، اي سجستشن على الجروب. ممكن يعني بتلاقي حدا ممكن انا اعمل يعني ارد عليك، وممكن اي حدا من اللي اخذوا الكورس زمان يرد عليك. فهاي اللي كويس الكوميونيكيشن هاي. اوكي تمام، فهاي بالنسبه للفيسبوك جروب. ف زي ما حكيت لكم شباب هاي بالنسبه للفيسبوك جروب. فجوين ذس جروب as soon as you can. Join as soon as possible. Okay.
في كمان يوتيوب تقدر تلاقي هاي أدمت. اليوتيوب في almost كل اللكتشرز اللي يعني عملتهم في فصل من الفصول كنت أستخدم نفس الطريقة هاي. كنت أكتب على تابلت بي سي وأقعد مع الطلاب بالكلاس وكنا نستخدم داتا شو، فسجلت كل المحاضرات. بس في أول كم محاضرة مش موجودين على اليوتيوب، فإن شاء الله بهذا الفصل أقدر أسجلهم وأرفعهم، مش مشكلة. المهم يعني تقريبا كل الماتيريال موجودة على اليوتيوب، بس إحنا رح نلتزم بالزوم ميتينجز every single lecture. أوكي، يعني بدك تحضر محاضرة كأنك بالكلاس العادي، بدك تحضر محاضرة وإذا أنت حبيت ترجع على اليوتيوب that's fine. أوكي، بس الزوم ميتينجز والفيديوز اللي ببعث لكم إياهم are just enough، وأنا بفضل أنكم تعتمدوا عليهم يعني. بس يعني in case أنت حبيت ترجع على اليوتيوب موجود، بس بما أنه كل إشي recorded مش زي الكلاس العادي فالزوم ميتينجز بكفوا. أوكي، بس أنت شوف الكواليتي، ممكن تكون الكواليتي تبعت الفيديو الموجود على اليوتيوب أحسن، لأنه كنت أستخدم كامتيجا بيعطيك كواليتي أحسن وبيكون الريزوليوشن تبعت الفيديوز أحسن. هون الريزوليوشن تبعه بس ما بتقدر تشوفني وأنا بكتب بالديتيلز، بينما على الفيس على اليوتيوب تلاقي تشوف القلم كيف بيتحرك بكل تفاصيله. هون ممكن يعني زي كأنه بيعمل سامبلينج للفيديو وأنا أكتب، فبتبين الكلمة ويعني على مرحلتين يعني لما تبلش بجوز لما تنتهي بتشوفه كملة. فشوف أنت اللي بناسبك وتابعه، بس أنا أفضل أنك تتابعوا زوم ميتينجز لأنه حنصير ملتزمين زي كأنه كلاس عادي، كل every single lecture في محاضرة. تمام، إذا بدك تلاقيني على اليوتيوب search for، طبعا هي موجودة على زي ما حكيت لكم على e-learning posted على e-learning. إذا بدك تلاقيني search for دكتور بطاين، هي اسمها الجروب اسمها دكتور بطاين. أوكي، طبعا بالجروب في بلاي ليست، اذا بتروح على بلاي ليست اندر بلاي ليست سوري بلاي ليست اللي هي اسمها سيجنلز اند سيستمز اند سيستمز. تابعين معي شباب؟ معك دكتور. تمام، هتلاقي طبعا من lecture 1 ل all the way to the end of the course كلياتهم. بس تخلص كل فيديو هتلاقي في لينك للنكست فيديو وهكذا، في لينك يعني لكل الفيديوز، تتخلص البلاي ليست كامله. اوكي، فهو كلياتهم موجودين. زي ما حكيت لكم في كم lecture missing، ان شاء الله يعني حنعبيهم بهذا الفصل. بدايه الكورس كم اللكتشرز هذول مش موجودين. اوكي، يعني لما نبلش نحكي عن الكونفولوشن، عفوا عن الدلتا امبلس فانكشن اللي هو الامبلس فانكشن، ببلش محاضرات اليوتيوب. قبل هيك ما في محاضرات لليوتيوب. اوكي، طيب سو هاي بالنسبه لليوتيوب. اذا بدك تدور على دكتور بطاين. طبعا ممكن كمان اذا بتاخذوا ديجيتال سيجنال بروسيسنج، في كمان كورس اسمه ديجيتال سيجنال بروسيسنج اللي هو معالجة الإشارة الرقمية، هو للماستر صحيح، بس في تقاطع كبير مع البكالوريوس. فإذا أنت بتحب تستفيد ممكن ترجع لديجيتال سيجنال بروسيسنج وتشوفه. الناس كمان اللي بيحبوا الماثماتكس، في كمان بلاي ليست على الماثماتكس يعني، ففيل فري تو يعني اكسبلور الشانل. اوكي، الشانل أنا عاملها من زمان على فكرة، واليوتيوب لكتشرز هذول موجودين من سنوات، فمش منطقي إنه يضلوا نفسهم يعني. احنا فمشان هيك بحكي لكم لازم نلتزم بالزوم ميتينجز والفيديوز حتنبعث every day. اوكي، هاي بالنسبة لليوتيوب. اوكي، الجوجل درايف كل الماتيريال اللي حنعملها زي ما حكيت لكم، اللي هي البي دي اف ليكتشرز، الفيديوز تبعت الزوم ميتينجز، انا بعملهم يعني ابلود على جوجل درايف، واللينك تبعته موجوده كمان على الاي ليرنينج. ففي حتلاقي طبعا هون حتلاقي النوتس اللي هم زي ما حكيت لكم 1 PDF file في كل شيء. حتلاقي السيلابس طبعا
هتلاقي السيلابس تبعت الماتيريال، هتلاقي فولدرز، فولدرز كل فولدر فيه something، يعني فولدر الهومووركس مثلا، فولدر عن الفيديوز. طبعا اذا بتفوت على الفيديوز بتلاقي هنا سكشن 2، هتلاقي هون سكشن 3، فبتلاقي فيديوز هون وهون، يعني ايذر واي تشوفه هي نفسها حتكون، بس انا بسجل كل فيديو يعني كل محاضره محاضرتها. اوكي، وحتلاقي تكست بوك، حتلاقي كل الماتيريال المتعلقه بالكورس موجوده على الجوجل درايف. هاي كل is going to be updated every single lecture، يعني نهايه كل محاضره بس نخلصها برفع الفيديو، برفع البي دي اف على الجوجل درايف، وكمان ببعث لكم اياه على الواتساب، فكل شيء سيفد وموجود. اوكي، هاي بالنسبه للجوجل درايف. كمان زي ما حكيت بالنسبه للزوم، هلا انتم خزنوا اللينك هاي، بعرفش كيف طريقتكم، يعني زوم ميتينج لينك حتكون نفسها. اوكي سيم، كل يوم حتبلش بنفس الوقت. اوكي، فانت خزنها بي، انا بعثت لكم الديتيلز، وكمان الديتيلز تبعتها موجوده على الاي ليرنينج، فكمان تقدر يعني اذا نسيتها تقدر تفوت على الاي ليرنينج وتكبس على اللينك. اوكي، او انت تخزنها بمكان معين، تقدر توديها تبعثها لحالك على الواتساب. انا في الاشياء الكثير مهمه ببعثها لحالي على الواتساب. اوكي، يعني ببعثها لنفسك، تقدر تبعث لنفسك على الواتساب على فكره. اوكي انيويز، يعني خزنها باي مكان، مش بحيث انك تقدر ترجع لها بسرعه. اوكي، لانه مش راح ابعث اللينك بكل محاضره لانها نفس اللينك. اوكي، الزوم ميتينجز ار جوينج تو بي سيفد اند جوينج تو بي ابلودد تو الجوجل درايف وكمان ثرو واتساب. اوكي، هاي بالنسبه للميديا اوف كوميونيكيشن اللي هي كيف اتواصل انا وياكم. طيب خلينا نحكي هلا عن التكست بوك. التكست بوك 47 طالب، كويس. التكست بوك اللي هو سيجنلز، اسمه سيجنلز سيستمز اند ترانسفورمز. طبعا المؤلف اذا بتعرفوه اسمه، سوري، المؤلف الاوثر اسمه تشارلز ال فيليبس. تشارلز ال فيليبس الكتاب الاديشن اللي حنستخدمها، الاديشن اللي هي حنستخدم يا الثيرد اديشن اور الفورث اديشن، وانا بفضل الثيرد اديشن لانه لها المانوال سولوشن تبع. طبعا هو ما فيش اختلاف بين الثيرد اديشن والفورث اديشن، نفس ممكن اختلاف بالسكشن نمبرز بس الكونتنت هو نفسه. ليش انا بختار الثيرد اديشن؟ لانه المانوال سولوشن تبعها مرتب اكثر. اوكي، الفورث اديشن لها كمان مانوال سولوشن، وعلى فكره المانوال سولوشن موجود على الجوجل درايف لينك. اوكي، فاذا بتروح على الاي ليرنينج ثرو الجوجل درايف حتلاقي كل شيء. اوكي، هي بالنسبه للتكست بوك. اشتروا التكست بوك شباب، انا يعني انا متعود من زمان اشتري الكتاب. ما فيش يعني شيء احسن انك تشتري الكتاب وتدرس من الكتاب وتقلب صفحاته بايدك، يعني احسن من السوفت كوبي. اوكي، تمسك الكتاب وتحط النوتس تبعتك. طبعا اذا عندك تابلت بي سي او يعني او ايباد وات ايفر، يعني شيء تقدر تكتب عليه، ذاتس فاين، ذس از جود. تقدر تنزل البي دي اف وتحط على النوتس تبعته وتعمل هايلايت بالاصفر وبالاحمر وبالبرتقالي، يعني زي ما بدك. اوكي، اذا في عندك هاي الفاسيليتي ذاتس فاين، بس اذا ما في عندك هاي الفاسيليتي الاحسن انك تشتري الكتاب، وهذا الاحسن، يعني احسن من السوفت كوبي انه يكون في عندك هارد كوبي تلمسها بايدك وتشوفها. كمان انك تدرس من الكتاب ترجع، يعني بتذكر كنت ادرس اشوف اروح على الانترودكشن تبعت الكتاب اللي هو لكل كتاب، اشوف كيف الاوثر شو بيحكي عن الكتاب هذا، شو وين الشابترز هذول عن ايش بيحكوا. كل شابتر كان له انترودكشن، كمان كنت اقراها واشوفها، اشوف يعني كيف الاوثر بيفكر. اوكي، هاي ما بتقدر حدا يقول لك اياها، لازم انت تشوفها، لازم انت تحسها. في لها طبعا اكثر من فائده، او يعني اهم فائده انك تفهم الماتيريال صح، الفائده الثانيه انك تعرف تكتب، يعني الانجليزي تبعك بتحسن وانت تقرا، الفوكابولري تبعتك بتكثر، الطريقه كيف تعبر اللي هي البروفيشنال رايتنج
حتى انت لما تاخذ بروجكت بدك تكتب صح، بدك تعبر عن عن الشيء اللي عملته بالبروجكت اللي هو الجراديويشن بروجكت الاول والثاني، بدك تكتب، بدك تعمل رايتنج. فانت كيف بدك تتعلم الرايتنج؟ للاسف ما في عندنا كورس بيعلمك بروفيشنال رايتنج، كيف انك تكتب بطريقه بروفيشنال. فكيف بدك انت بدك تطور حالك اول باول، كيف انك تصير تقرا، انت تقرا. كيف نلاقي الكتاب؟ حبعثه هون، موجود الكتاب يعني سوفت كوبي موجوده، بس انت بتقدر تشتري من اي مكتب، موجود باي مكتب على فكره من المكاتب اللي حول الجامعه هاي. طيب هاي بالنسبه للتكست بوك. خلينا نحكي عن الجريدنج بوليسي اللي هو العلامات. يعني grading policy هنعمل نفس كأنه بالكلاس العادي. ال first exam حيكون في عنا first exam عليه 20 علامة. ال second exam طبعا ال first exam حيكون ب 30/7 شباب، فأنتوا بتقدروا إذا حدا أعطاكم امتحان نفس هذا الوقت تعترضوا وتحكوا له إنه في عنا already امتحان، فحيكون يوم خميس. أوكي 30/7 اللي هو deadline، إذا 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 نسيتوا دائما اطلع على deadline. أنا دائما الامتحانات ال first والsecond بيكونوا بالديدلاين لاعتماد العلامة اللي هو تاريخ اعتماد العلامة. second exam برضو نفس الشيء حيكون 20 علامة، وكمان حيكون ب 13/8/2020 برضو ايش Thursday حيكون. اوكي الهومورك والكويزز حسب عددهم طبعا حيكون عليهم 5%. 5% يعني حسب عددهم، اذا كانوا 5 هوم وركس مع كويزين، مجموع الكلي لهم 5 نشاطات، فحيكون كل واحد عليه كم علامه؟ علامه. اذا كانوا 2 كل واحد عليه 2 ونص، وهكذا. انا بقسم الخمس علامات على عدد الكويزز والهوم وركس بس. يعني انا ضد انه الطالب يضل مشغول بالهوم وركس والكويزين، which is good، بس انه يعني ما يكونش يعني عليها يعني ويت كبير. اوكي الشغله الثانيه اللي هي الاتندنس، وهاي شباب مهم جدا جدا جدا. اتندنس مهم كمان عليه 5%، يعني عليه 5 علامات من 100. انا بخصم علامه على كل غياب per each absence، يعني كل ما تغيب غياب بدون عذر انا بخصم علامه. اوكي وبالتالي انا كيف راح اخذ حضور غياب؟ يا ثرو الزوم انه اشوف مين الناس اللي حضروا المحاضره يبين عندي ليست، او نعملها يعني راح اشوف ان شاء الله اليوم بشوف كيف ممكن. اتوقع انه في طريقه انه ناخذ البارتيسيبنتس من الزوم. تمام شباب. فاذا ما قدرناش راح ناخذها مانيولي. المهم انا بخصم علامه لكل غياب، فبدكم تلتزموا بالمحاضرات اون تايم. اوكي محاضرتك مش محاضره حدا ثاني. اوكي يعني مش النكست ليكتشر هذا او الليكتشر اللي قبل هيك، محاضرتك على 12:30 بتكون موجود تستنى المحاضره. اوكي غير هيك يعني مش حيزبط شباب. تمام سامعيني شباب؟ سامعينك دكتور. معك دكتور. تمام كويس. يعني بحب انه تشاركوني، ما بديش يعني ابين انه بحكي مع حالي، فبصير زي كانه بحكي مع الفراغ يعني. فبحب انه تعلقوا يعني او تبعثوا تشات وات ايفر، يعني اشوف انكم انتم متابعين. دكتور ماده كم شابتر وكيف توزيعه؟ هلا بنحكي شوي عن الاوفر فيو عن الكورس، بس خليني نكمل عن الجريدنج بوليسي. So homework and quizzes, attendance. حكيت لكم أنا strict كثير بالattendance. معك طبعاً مسموح لك 6 غيابات، 7 بحرمك. أوكي يعني ممنوع تغيب 6 غيابات أو عفواً 7 غيابات بدون عذر. طبعاً إذا في عذر خلاص بشطبه. أوكي فبدكم تلتزموا بالمحاضرة شباب. ماشي فيش عندكم مشكلة المواصلات، يعني flexible أكثر الأمور. أوكي بس بتفتح الموبايل أو اللابتوب وتبلش تحضر تسمع المحاضرة. That's it. وإذا عندك أسئلة طبعا يفضل إنه يكون عندك أسئلة. طبعا مشان يكون عندك أسئلة لازم يكون حاضر المحاضرة اللي قبليها at least، مشان يعني بتذكر الفصل مش الماضي اللي قبله كان في عندي طالب مميز كثير، يعني كنت متوقع يجيب 100 بس يعني جاب أقل شوي، وكان بس هو مخلص توجيه من أمريكا، بعرفش اسمه علي مش متذكر اسمه الكامل، بس كان طالب مميز
فجاب 20 فل الفيرست. فلما سألته مشان بس أفيد الطلاب حكى يعني كيف بيدرس، حكى لي دكتور كنت أروح على اليوتيوب أحضر المحاضرة، أجي أحضر الكلاس هنا، إذا كان في طبعا لما أحضر المحاضرة يصير في عندي أسئلة فأجي أسألهم هون بالمحاضرة وبس يرجع برد بحضرها مرة ثانية يعني. ف يعني بس يعني كان طالب مميز ما شاء الله عليه. الفاينل إكزام بس بدي يعني تنتبهوا إنه الاتندنس is very important وأنا حكون strict فيه. الفاينل إكزام حيكون عليه طبعا حيكون بالجامعة وحيكون عليه 50 علامة. أوكي يعني هاي مبدئيا الجريدنج بوليسي، إذا الجامعة اعتمدت إشي ثاني غير هيك راح أخبركم، بس يعني إحنا حنعتمد هذا التوزيع بهاي الطريقة. في حد عنده أي مشاكل شباب؟ في حد عنده أي تعليق أي سؤال؟ لا شباب؟ لا دكتور لا. أوكي طيب خلينا نحكي يعني overview. شو صار لك؟ أوكي خلينا نحكي يعني أحكي لكم overview شوي عن الكورس وشو الأشياء اللي حندرسها لهذا الكورس. So overview. طبعا أول إشي الكورس is a fundamental course. Fundamental course يعني أساسي، يعني بيعتمد عليه courses كثير حتاخذها بعدين، يعني بيشكل لك شوية أساس، فلازم تفهم هذا الكورس مهم كثير، يعني ما بيسوى إنك تهمل هذا الكورس أو إنك ما تضبطش فيه. يعني 50 مش كويس إنك تجيب هذا الكورس، لازم تكون فاهمه كويس. أوكي يعني لازم تهتم فيه كثير. ليش fundamental؟ في courses كثير مثلا وأنا بتفاجئ إنه الطلاب مثلا بأخذوا circuit 2 أو بأخذوا control، وبعرفش إذا حدا منكم أخذهم قبل ما يأخذ signals. يعني كيف أنت بدك تفهم الكنترول أو كيف بدك تفهم circuit 2 وتعرف الأشياء هاي منين إجت، الأشياء اللي بتعملها بالcircuit 2 بالcontrol منين إجت. يعني بس هيك بصير بصفي إنك أنت حدا بيعلمك إنه اعمل هيك وتعمل أنت هيك بدون ما تعرف ليش أو كيف إجت الأمور. ف يعني مش صحيح إنه الواحد يأخذ هذول المساقين اللي هم circuit 2 control. في حد أخذهم؟ في حد أخذ؟ احنا أخذنا circuit 2، أخذنا circuit 2 بس بس حسنا الموضوع يعني مش مستاهل إنه يعني ممكن إنه أخذ signal أو شيء هيك، يعني مبدئيا يعني سنة عادي ما تعرف signals، ما تعرف شو أخذنا بالsignals. مشان مثلا سؤال مثلا بالcircuit سوري سيركت 2، سيركت 2 تعلمتوا شيء اسمه امبيدنس مش هيك؟ ايوه صح. الامبيدنس مثلا اندكتيف امبيدنس اللي هي شو تساوي؟ تساوي 2 باي جي اوميجا ال. عندك فكرة منين اجت الجي اوميجا ال هاي؟ ليش الامبيدنس بعد الاندكتر اسمها جي اوميجا ال؟ طبعا الاوميجا هي الفريكوانسي مش هيك، والال اللي هي الاندكتنس اللي هو الاندكتر. اوكي يعني منين اجت هاي؟ هذا او مثلا الكاباسيتر سوري الكاباسيتر الكاباسيتيف امبيدنس تبعته كم اللي هو سالب 1 على جي الاوميجا سي اللي هو 1 على بالضبط او بترفعها لفوق اللي هي 1 على جي اوميجا سي او ناقص 1 ناقص جي اوميجا سي عفوا ناقص J واحد على أوميجا C أو بتخلي الجي تحت. هاي بسموها الكاباسيتيف. بس منين إجوا؟ عندكم فكرة منين إجوا هذول؟ ليش هذول الإمبيدنسز إلهم هيك؟ دكتور ممكن لأنه مثلاً في الإندكتيف لود بكون الفولتج بتكون ليد كارنت هيك، يعني إحنا كنا عارفين. فيعني بصفي إنكو يعني الحفظ إنك أنت بتحفظ شغلة بدون ما تعرف منين اجت، وهي يعني ويكنس. يعني احنا كنا حافظين حفظ نعم. بس هاي ويكنس صح ولا لا؟ ضعف يعني هذا انه الواحد ما يقدرش يفسر الاشياء، هاي ضعف. او انك تحفظ الاشياء حفظ بحيث انك ما تفهم منين اجت. اوكي انا دائما بحكي للطلاب وانت تدرس اسال حالك ليش، واي، هذا السؤال اذا قدرت انت تجاوبه دائما كل ما تسال حالك واي واي واي، if you can convince yourself بالسيجنيفيكانس للاشياء اللي بتدرسها، إذا بتقدر تحللها بطريقة صح أنت معناته أنت تفهم كل إشي، يعني حتطلع مستفيد من الكورس. Otherwise أنت you add up things on upon each other بدون بالأخير بصير في عندك pile يعني كومة من الأشياء اللي ما لهاش معنى. أوكي وبتبطل أشياء تعني لك. طبعا لازم يكون في motivation. شباب ف
فتراي تو كونفنس يور سيلف باهميه الاشياء اللي بتدرسها. اذا انت مش موتيفيتد يعني اذا فقدت هاي الشغله خلاص ببطل الكورس له معنى، بصير انت تخلص الكورس وتنساه. فليش انت بصير موتيفيتد؟ لانه بتقدر اهميه الشيء اللي انت بتدرسه. طب ليش انا هذا التوبيك مهم؟ ليش لازم انا اكون فاهمه كويس؟ اوكي ليش هذا مهم؟ وين بطبقه يعني؟ وهكذا. اذا بتقدر انت تجاوب على هذا السؤال بكل الكورسز اللي بتدرسها معناته بظل انت محتفظ بهالاشياء. لانه شو تعريف الادوكيشن؟ اذا بترجع لتعريف الادوكيشن، هو الاشي اللي بيظل معك بعد ما تتخرج. متخيلين؟ هذا الاشي اللي بيظل معك بعد ما تتخرج، هذا هو اللي تعلمته فعليا. اذروايز كل اشي راح ويست، يعني ضاع. اوكي فانا بامن بشغله كمان حكاها اينشتاين كمان، انه انت كيف بدك تعرف انك انت فاهم شغله، او يعني كيف بدك تعمل تست لحالك انه انت فاهم شغله صح ولا مش فاهمها؟ حاول تبسطها، بسطها يعني حاول يعني تفهمها لواحد عمره 6 سنوات او لواحد من البريت الفيلد، يعني مثلا العامل اللي بالجامعه. اذا بتقدر تفهمها كونسبت معين تتعلمته بالانجينيرينج، معناته انت فاهم هذا الكونسبت صح. لانه اينشتاين بيحكي انه if you can simply if you understand something you can be, you should be able to simplify it. يعني بتقدر، لازم تكون تقدر تبسطه، بس مش تبسطه كثير، يعني don't over simplify. اوكي okay? if you can't explain it simply you don't understand it well enough. يعني اذا ما بتقدر تشرح الاشي ببساطه معناته انت مش فاهمه كويس. واذا انت بتفكر بهذا الكونسبت بطريقه ثانيه، اذا انت قاعد تسمع لحدا ومش فاهم عليه بالضبط شو اللي بيحكيه، يعني مش قاعد مش متبع معه، معناته شو بتستنتج؟ انه هو مش فاهمه كويس، يعني مش فاهمه good enough. اوكي فهي شغله يعني استفيدوا منها وانت تدرسوا اي كورس تدرسوا بالجامعه، اي شيء بحياتكم يعني. طبعا بده يفصل هسه، نرجع ندخل على نفس الرابط صحيح؟ بس غريب انا ما اعطاني هاي ال هو بس 1 مينت بحكي. ممكن لا، لانه انا مستخدم مسجل، خلينا نسجلها اول شيء. شباب تشات ما بنقدر دكتور. طيب راح اعمل، طيب هاي ان ميوت ان شاء الله يكون راح المشكله. طيب خلينا نكمل. هلا بتقدروا تحكوا صح؟ مزبوط دكتور. يس. طيب فحكينا انه مثلا هذول التو كورسز بالتحديد اللي هي سيركت وكنترول، واحد بيقدرش ياخذهم يعني ويفهم كويس ويفهم الاشياء منين اجت بدون ما يكون ماخذ سيجنالز. طبعا هاي كيف اجت هاي اللي الكاباسيتيف امبيدنس، هاي انه واحد على جي اوميجا ال وواحد على جي اوميجا سي، هاي جايه حنتعلم بشابتر 5 من الفوريير ترانسفورم على فكره. ليش اشرحها الان؟ لانه لازم تكونوا تعرفوا يعني شو فورير ترانسفورم وكيف احنا نروح من التايم دومين للفريكوانسي دومين، اللي هو هنتعلمه بتشابتر 5. اذروايز يعني ما فيش، مش هتفهم علي. بس هذول الكاباسيتيف امبيدنس والاندكتيف امبيدنس جايين من هون من الفورير ترانسفورم. والفورير ترانسفورم بالمناسبه شباب، انه مثلا في عندك انت فانكشن موجود بالتايم دومين، انت بتنقله بترانسفورميشن اسمه فورير ترانسفورميشن للفريكوانسي دومين، بتطلع شيء اسمه اكس كابيتال اوف اوميجا. زي انتوا اخذتوا لابلاس مش هيك؟ يعني بتعرفوا انه مثلا اذا كان في عندك فانكشن بالتايم دومين بدك تنقله للفريكوانسي دومين، بصير اسمه ايش؟ اكس كابيتال اوف اس. هلا اذا اس، الاس هاي اللي هي تبع اللابلاس ترانسفورم فاريبل، هي عباره عن كومبلكس فاريبل، يعني متغير مركب، يعني في ريل بارت وفي ايماجينري بارت. الريل بارت تبعه بسموه سيجما، والايماجينري بارت تبعه بسموه اوميجا. فإذا كانت سيجما تساوي صفر، شو بصير S تساوي J أوميجا، بصير اسمه إيش؟ فورير ترانسفورم بدل لابلاس ترانسفورم. إذا شو بتستنتج؟ إنه الفورير ترانسفورم هو حالة خاصة من اللابلاس ترانسفورم. أوكي كيف تعرف؟ يعني إذا أنت بتعرف يعني X of T بتعمل لها لابلاس ترانسفورم، وأنت بتعرفه صح؟ كيف تعملوا لابلاس ترانسفورم اذا متذكرين؟ كنتوا تطلعوا شيء اسمه اكس اوف اس. طب كيف بدي اطلع من اكس اوف اس اكس اوف اوميجا؟ بس روح استبدل كل اس جي اوميجا، لانه السيجما شو تساوي؟ صفر صح؟ شو بصير اسمها؟ اكس اوف اوميجا. هذا اسمه شو؟ فورير ترانسفورم. اذا الفورير ترانسفورم هو حاله خاصه من ايش؟
من اللابلاس ترانسفورم. المهم يعني قصدي انه انتم مشان تفهم منين اجت هاي جي اوميجا ال وحده جي اوميجا سي لازم تكون تعرف فوري ترانسفورم جاي من الفوري ترانسفورم. كمان شغله ثانيه بتتعلموها بالكنترول، مين اخذ كنترول؟ في حدا اخذ ماده كنترول شباب؟ بالكنترول بتتعلم انه اذا كان في عندك سيستم له انبوت وله اوتبوت. دكتور ما في بث فيديو؟ لا انا مسجل. انتو يعني مش عامل شير؟ سامعيني شباب؟ انا عامل ريكوردينج بس هل الشير مش ظابط؟ لا نيو شير موجود، الشير شايفيني بكتبه صح؟ انبلا تمام. اوكي الانبوت تبع السيستم هو عباره عن اكس كابيتال اوف اس والاوتبوت عباره عن واي اوف اس، وكان شيء سو تسموه الترانسفير فانكشن اسمه اتش كابيتال اوف اس. والعلاقه مين بيعرف العلاقه اللي بتربط بيناتهم شو هي؟ اللي هي واي اوف اس شو تساوي؟ اتش اوف اس في اكس اوف اس. تمام بالضبط احسنتي. اذا اكس اوف اس مين اللي حكى؟ شو اسمك اللي حكيتي؟ الو سامعيني شباب؟ بس بدي اسال مين البنت اللي حكت شو اسمها؟ عبير. اوكي عبير صحيح. اذا اكس اوف اس في اتش اوف اس. طب ليش ضرب؟ مين بيعرف ليش ضرب؟ الواقع اللي احنا هنتعلمه بتشابتر بهذا الكورس انه هاي الاكس اوف تي الاكس اوف اس هي بالتايم دومين، هذا اللابلاس ترانسفورم للسيجنال موجود بالتايم دومين اسمه اكس اوف تي صح؟ والاتش اوف اس هو لابلاس ترانسفورم لسيجنال موجوده بالتايم دومين او فانكشن موجود بالتايم دومين اسمه اتش اوف تي، وهذا هون واي اوف تي. العلاقه اللي بتربط بين هذول الثلاث اللي هي واي اوف تي تساوي اكس اوف تي كون، يعني هاي البروسيس حنتعلمها هي اهم بروسيس حنتعلمها بالسيجنلز اللي بيسموها الكونفوليوشن. اوكي اللي هي اكس اوف تي كونفولد مع اتش اوف تي، يعني لازم يصير عمليه اسمها كونفوليوشن حنتعلمها بهذا الكورس بين الانبوت وبين الشيء بين الاتش اوف تي اللي هو بيسموه الامبلس ريسبونس تبع السيستم اللي هو الانفرس لابلاس ترانسفورم او الانفرس فوري ترانسفورم وات ايفر لترانسفير فانكشن. هذا الاتش اوف اس اللي تعلمتوه بالكنترول، الاتش اوف اس اللي هو ترانسفير فانكشن هذا الشكل الفانكشن بالفريكوانسي دومين يعني بالاس دومين، بس شو شكله بالتايم دومين؟ اسمه اتش اوف تي اللي هو بسموه الامبلس ريسبونس. البروسيس اللي بتصير بالتايم دومين بسموها كونفوليوشن حنتعلمها بهذا الكورس. هاي اذا بروح انا للفريكوانسي دومين بتتحول لضرب، بتصير عمليه ضرب. اوكي فانت اذا مش فاهم هاي الشغله مش حتفهم، يعني مش حتفهم الاشياء صح. اوكي بس ببساطه هذا هو، يعني حنتعلم الكونفوليوشن، حنتعلم يعني نص الكورس حنحكي عن الكونتينيوس، عن كونتينيوس تايم سيجنلز اند سيستمز. يعني كل السيجنلز حتكون كونتينيوس. يعني شو معنى كونتينيوس؟ اللي هي يعني اقترانات متصل، يعني لما ارسمها بشيلش ايدي صح، بشيلش ايدي عن البورد. اوكي هاي اسهل تعريف للكونتينيوس. والجزء الثاني من الكورس حيكون شيء اسمه ديسكريت. طبعا الديسكريت هو اخر ثلاث محاضرات صحيح، بس انا بحكي دائما انه صحيح هي ثلاث محاضرات لكنها هي بتغطي الكورس كامل، لانه كل التوبكس كل الكونسبتس اللي حنتعلمها بالكورس نقدر نطبقها كمان بالديسكريت، لها ايكوفالنت بالديسكريت، يعني لها نظير بالديسكريت. كيف بدي اعرف اطبقها بالديسكريت؟ لازم اتعلم شيء اسمه ايكوفالنت اوبريشنز، عمليات يعني نظيره او مناظره. اوكي يعني كل شيء تعلمناه بالكونتينيوس له نظير بالديسكريت. اوكي واللي مشان هيك انا بحكي، مع انه هذول الاخر ثلاث محاضرات هم ديسكريت اللي بنخلصهم بس بثلاث محاضرات، الا انهم بغطوا الكورس كامل، لانه كل المفاهيم اللي تعلمناها بالكورس بقدر اطبقها من خلال اللي هي الايكوفالنت اوبريشنز اللي حنتعلمها باللكتشرز الاخيره بهذا الكورس. بس يعني هاي ببساطه يعني بديش اطول عليكم كثير، بس يعني هاي الكونسبتس. الاخر شغله بدي احكيها انه يعني الكورس هذا بيعتمد على الماث، اذا انت كويس بالماث حتظبط بهذا الكورس. اوكي يعني مش الماث الصعب على فكره، مش يعني كالكولس 2 وكالكولس 1 لا، يعني اسهل لسه اشياء اسهل، بس يعني بيعتمد على الماث، اذا انت بتحب الماث بتظبط بهذا الكورس. اوكي بس بده متابعه الكورس، في زخم في ماده بتضلها تتراكم. اوكي فبده اهتمام ومتابعه اول باول، وبس ان شاء الله بنهايه كل محاضره
البي دي اف تبع المحاضره ببعث لكم اياه along with الفيديو المسجل. بس في حد عنده اي سؤال شباب؟ اي تعليق؟ يا شباب حد عنده اي سؤال؟ اشوف الشات. سوري المايك رجع سكر، المايك مش فاضي. اوكي، في حد عنده اي سؤال، اي تعليق، اي اقتراح؟ تفضل يا ادهم. اللي عنده المايك وجايب هذا ال... شباب ادهم لحظه شوي. All participants unmute. هاي ادهم unmute. هذا كلام دكتور. تفضل ادهم. دكتور بس انه ملاحظ انه المحاضره الجاي ما تعمل ميوت للكل، لما تعمل ميوت للكل في ناس بتقدر انه ماشي تشغل المايك وفي ناس ما بتقدر على طول خلاص. انا عامل السيتنجز على فكره هناك، بس انا لاني بلشت فيديو جديد فنسيت اعمل السيتنجز هاي، ولا انا عامل السيتنجز انه البارتيسيبنتس يكونوا ميوتد، هم يعملوا انميوت، يقدروا يعملوا انميوت لحالهم. شو هذا اللي بدك اياه انت؟ بس هاي. اوكي عمر، تفضل يا عمر. دكتور عندي سؤال. تفضل. حكيت عن الماث انه اللي شاطر بالماث بيزبط في المساق، هسه شو نوع الماث؟ يعني في مرجع معين نقدر ندرسه ونقوي حالنا فيه، ولا هو خلال ال خلال الكورس ان شاء الله؟ خلال الكورس بس يعني بيسكلي تكون انتجريشن، متذكر الانتجريشن، مش الانتجريشنز الصعبه، السهله يعني اشياء سهله، يعني تكون تعرف الاويلرز ايدنتيتي، تكون تعرف مثلا الكوساين والساين كيف تتعامل معهم، الايدنتيتيز هذول اللي هي مثلا كوساين ضعف الزاويه، كوساين مجموع زاويتين، يعني هاي الاساسيات، اشياء اساسيه مش اشياء صعبه. اوكي بس انت يعني as we go along the course بتعرف شو الاشياء اللي مهم. اذا شفت في عندك اي ضعف باي شيء احكوا لي واحنا بنعمل ريفيو لكتشر للاشياء البيسكس هاي اللي انتم يعني. خلاص تمام دكتور. فما في مشكله ان شاء الله. تفضل يا محمد. خير دكتور، الله يعطيك العافية. ما فيك. أنا ممكن سؤال صغير بس دكتور، تختلف طبيعة الامتحانات ما بين السمستر لما كنا بالجامعة وسمستر أونلاين؟ لا نفس الإشي، نفس الإشي. زي ما حكيت لكم أنا المشكلة الفصل الماضي كان في غش لطلاب، فكان شوي الليفل تبع الامتحان أعلى شوي من الأفرج اللي إحنا متعودين عليه. بس يعني مش عالي كثير، لا يعني بدليل إنه الأفرج، مع إنه الطلاب اشتكوا مش عارف ليش اشتكوا، بس هو كانوا مزبطين أحسن من أي فصل ثاني. يعني كان الأفرج أعلى من أي فصل أنا أعطيته، فما في مشاكل. تمام الله. الامتحان الفيرست والسكند حيكون إن شاء الله خلال يعني ممكن جوجل فورمز، أو ممكن نستخدم question mark، ممكن جوجل فورمز أستخدم فيرست سكند، والفاينل أوريدي تعرفوا إنه حيكون بالجامعة إن شاء الله. في حدا حاب يسأل أي شيء ثاني؟ ولا حدا؟ حيكون multiple؟ يا حيكون multiple إن شاء الله. كل الامتحانات first, second, final. أي سؤال ثاني؟ تفضل يا هبة. اي لينك نحفظ؟ اللينك الاولى، اللينك الاولى ان شاء الله انا يمكن اعمل ابجريد ويصير ما حيفصل ان شاء الله نيكست تايم ان شاء الله. فاللينك الاولى حظل استخدمها لانه راح اعمل ابجريد. اوكي فدونت وري، فانتوا احفظوا اللينك الاولى هي اللي حتفوتوا عليها. اي سؤال ثاني؟ 45 طالب، طبعا العدد هون شباب 60 طالب. اوكي انا ستريكت حكيت لكم، حكون ستريكت كثير بمساله الحضور والغياب، فلازم تحضر المحاضره. 6 غيابات مسموح لك بدون عذر، السابع بحرمك. اوكي فمش مش مسموح انك تغيب 6 غيابات بدون عذر عن الكلاس. اذا في عذر عندك، عذر طبي، يعني في عندك عذر قاهر انك ما خلاكيش تحضر المحاضره، زي في طالب مثلا بده يعمل عمليه لعيونه، ذاتس فاين. اذا بيجيب لي عذر طبي مقبول ذاتس فاين،
مش هحسب الغيابات، بس otherwise فيش عندك عذر رح احسب بغياب. اوكي فبتكون تهتموا بهاي الشغلة. اوكي اذا فيش عندكم اسئلة بشوفكم next time ان شاء الله، ان شاء الله يكون كورس مفيد وممتع بالنسبة لكم. يعطيكم الف عافية شباب.